إنها أول زيارة يقوم بها وزير الدفاع الإسرائيلي إلى روسيا، وكان من الطبيعي أن يشيد الطرف الإسرائيلي بدور روسيا في الشرق الأوسط. إننا في إسرائيل نعتبر روسيا مجرد طرف في الاتفاقية، بل دولة عظمى تلعب دورا هاما في قضايا منطقة الشرق الأوسط. أما تصريحات الجانب الروسي فكانت أكثر تفصيلا. قمنا بشراء 12 طائرة إسرائيلية الصنع بلا طيار، ويتلقى 50 عسكريا روسيا الآن تدريبا عمليا على تشغيلها. وأعتقد أن لقاءنا اليوم والاتفاقية الموقعة يفتحان آفاقا هامة طويلة الأجل للتعاون بين وزارتينا. وما قد يعكر صفو تفاؤل موسكو في شأن أفاق تعاونها العسكري مع إسرائيل هو قلق الأخيرة بصدد توريدات صواريخ ياخنت الروسية المضادة للسفن إلى سوريا، قلق ينجم عن مخاوف تل أبيب من وقوع هذه الصواريخ في أيدي حزب الله، غير أن الخبراء والمحللين يلمحون إلى احتمال تقديم الطرفين تنازلات متبادلة في هذا الشأن. روسيا قدمت تنازلا إلى إسرائيل حين جمدت صفقة بيع صواريخها اسكندر إلى سوريا، وبالمقابل غادر جورجيا استجابة لمطالب موسكو فريق من الخبراء الإسرائيليين الذين ساعدوا جورجيا على تحديث جيشها وتزويده بطائرات بلا طيار. أضف إلى ذلك أن بعض الجنرالات الإسرائيليين الذين شاركوا في وضع خطة لعملية غزو أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا قد غادروا جورجيا أيضا. يبدو أن إيجاد تفاهم بين موسكو وتل أبيب في شأن هذه وغيرها من المسائل التي توصف بالحساسة أمر ممكن الآن، لا سيما في حال إحراز تقدم في المباحثات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة، مما يسهل على روسيا باعتقاد محللين إقناع القيادة الإسرائيلية بالموافقة على استضافة العاصمة الروسية مستقبلا مؤتمر سلام في الشرق الأوسط. مصادر دبلوماسية في موسكو لا تعتبر زيارة يهود باراك والتوقيع على اتفاقية التعاون العسكري إشارة إلى وقوع روسيا إلى جانب إسرائيل في النزاع الشرق أوسطي، مؤكدة على أن موسكو ستظل تستعرض دورها الحيادي في تسوية قضايا المنطقة. يفغيني سيدروف، بي بي سي، موسكو.